احنا ندافع عن الولاية، ما يسعدكم هذا الامر؟ الخراب يجينا من الشيعة. احنا ندافع عن فاطمة الزهراء، ما يشرفكم؟ الما يشرفه يعني ما عنده شرف، يعني ما حافظ مرته وبنته. الما يشرفه ندافع عن فاطمة الزهراء والحسين وندافع عن ايران وحزب الله، يعني ما عنده شرف من اصلا. والما عنده شرف خلي شليت ذلك، انا مع الامام الحجة. يزعجكم هذا؟ يموتوا بغير، راح السعوديه تنقلب حتى يقول لكم ابو علي صادق، وراح الامارات ينتحل سلفه سلفاها، والصادر اموالها مثل ما باقت اللبنانيين المصارف اموال حتى يكون ابو علي صادق شو عندكم بعد، وراح يجي المالكي لو يظل يوم بالعراق، شلون ظهور الامام الحجه؟ راح يجي المالكي حينما يظهر الامام الحجه عن قريب، ستجدونني اني في ركبه، هذا عهد، ان كنت ميتا ساكون في ركبه، وإن كنت حي أرزق معكم فسأكون في مقدمتكم، وهذا عهد، يعني مو أنا حميد القدس، شو رأيكم؟ أنا حميد القدس، إذا واحد سألكم غيري اسمه حميد جبوه.